استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر القضيبية صباح اليوم معالي الشيخ عبد الله النواف الأحمد الصباح نائب رئيس هيئة الأركان بدولة الكويت الشقيقة ومعالي الشيخ ثامر علي الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني اللذين يقومان بزيارة إلى مملكة البحرين حاليا للمشاركة في أعمال القمة الأمنية 11 حوار المنامة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء أن العلاقات البحرينية الكويتية تتمتع بخصوصية فريدة وتتميز بأنها علاقات أخوة ومحبة أرساها الأجداد والأباء وتعززت بما يربط بين البلدين والشعبين من وشائج القربة والنسب مما جعل منها نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات الثنائية بين الأشقاء. وشدد سموه على حرص مملكة البحرين على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين وفتح مجالات جديدة للتعاون تلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. وأعرب سموه عن تمنياته لدولة الكويت الشقيقة بمزيد من النهضة والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية اللقاءات بين كبار المسؤولين في المنطقة والعالم ومنها حوار المنامة في توحيد الرؤى والأفكار تجاه أمن المنطقة واستقرارها. ولفت سموه إلى أن المشاركة الخليجية في هذا التجمع الهام يعكس الإصرار والحرص على دعم الجهود الدولية في تهيئة الأجواء المستقرة في المنطقة والعالم. من جانبهما عبر معالي الشيخ عبد الله نواف الأحمد الصباح ومعالي الشيخ ثامر علي الصباح عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال وعلى ما يقوم به سموه من جهود من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، مشيدين بما وصلت إليه العلاقات البحرينية الكويتية من نماء وازدهار في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين من روابط أخوية وثيقة، منوهين بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في كافة المجالات.